دكتور، ما الفرق بين ملح الطعام هاي اللي على السفرة نخليها وملح البحري وأملاح هملايا؟ هاي ثلاث أملاح المعروفة بالعالم، شنو الفرق بيناتهم؟ من يأكلون ملح الطعام يزيد السلوليت مالتهم، لكن يأكلون ملح البحار ما راح يزيد السلوليت مالتهم. ملح البحار منين؟ كله سهل، ماي البحر يحاوطوه يخلوه يتبخر، من يتبخر ملح مالايا راح يبقى، ملح يلموه ويودون يبيعوه، هو السنوايا. وكل لعب ملاعبين به. أفضل أنواع الملح الآن هو ملح البحر، لأنه ما دخلت بها عوامل كيميائية وبشرية. أما ملح الطعام لا، ما له علاقة بالبحر. أكو صخور ملحية يجيبوها يخلوها بحرارة جدا عالية. المشكلة من هذول من يصنعوها حتى لا تلتقي الأملاح مع بعضها، يضيفوا لها مواد ضد التكتل والتصلب حتى لا تلزق واحدة بالثانية. الملح من تخليه ياخذ رطوبة يلزق واحد بالثانية، هاي المادة مضرة جدا بصحة الإنسان. هسه يقولوا احنا جايبين هنا جايبين خلينا نضيف لهم يود، حتى إذا يريد عندهم نقص باليود بالماء حتى لا يصير عندهم غدة درقية، فيكتبون ملح بيود. زين، أما أي أملاح أخرى ماكو على الإطلاق بها. الشيء الثاني اللي أحكي لكم باختصار، ملح البحر بي مو بس صوديوم كلوريد الصوديوم، بي كل انواع الاملاح الموجوده في الكره الارضيه. ملح البحار بيها تقريبا 84 نوع من المعادن والاملاح المختلفه. الانيسيال يزيد الضغط، يعني مع ملح المائده، لكن هذا لانه الملح كلوريد الصوديوم بي اقل باملاح اخرى مجموعا على الضغط ياثر اقل. شوفوا، أنا من الناس بالبيت ما ممكن بالمطبخ أخلي ملح عادي، ملح البحر أخليه بس بالمطبخ، ملح المائدة بس أخليه بالمملحات اللي بالبيت. ليش؟ لأنه ذيك ما تطب، يعني ما تطلع من المملحة، حتى لو تريد تطحنها غير تخليها راح تمص مي مرة ثانية ما راح تفيدك. فملح البحار وملح الهملايا بالمطبخ تخلوه، وأفضل ملح للمطبخ هو هذا، ملح البحار وملح الهملايا. ملح الطعام بس بالمملحات خلوه على السفرة أقل تستعمله منه. زين، واحدة من ميزات ملح البحر ملوحته أكثر. يعني أنا من أول ما جبت ملح البحر للبيت زوجتي مثل ذي خطية قامت تدير ملح من قبل، تفهم هذا؟ شوف لك الماله مثل ذي شن قصة، تبين هذا لأنه أملح ملوحته أكثر. فبعدين قلت له بابا ملوحته أكثر، من الديرين أقلل شوي كمية، ومن يصير كمية أقل الضغط بعد ما يصعد هواية. على هالأساس هم يفيد الضغط، وبنفس الوقت البنات أو النساء اللي عندهم سليوليت من يأكلون ملح الطعام يزيد السليوليت مالتهم، لكن يأكلون ملح البحار ما راح يزيد السليوليت مالتهم. فعلى هالأساس ملح البحار صحي أكثر من ملح المائدة. نستودعكم الله عزتي، وإلى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.